اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من الصعيد، صعيد مصر الجميل اللي بنفتخر بيه والريف المصري. انا لما بعمل اكلات من الزمن الجميل ولها التراث المصري واخد الشعار المصري في اي مكان ممكن نعملها، انا بيبقى قلبي مقبوض وابقى مرعوب وخايف. ليه يا عم المغازي؟ لان الاكلات دي طبعا بالطعم امهاتنا ربنا يديهم الصحه طبعا اللي عايشين واللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم ويرحم موتانا. الاكله دي اللي هي زي السخينه او طاجن اللحمه بالتقليه، الحاجات دي على فكره مهما تمر من الايام والازمان لازم نرجع للزمن الجميل ويقول لك انا احب اكل الصعيد الجميل واكل الريف المصري. السخينه بتتميز بتتعمل بالبصل بتاعنا اللي هو خير ارضنا اللي بنصدره للعالم كله، سواء منه الاحمر او الابيض، ده الاثنين معايا عشان ما حدش يقول لك ممكن نعمل السخينه بالبصل الابيض او البصل الاحمر، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين لما اعملها بالبصل الاحمر مش هتاخد وقت كبير مني في التحمير، لان السخينه بتتعمل بالرقاق والبصل والمرق، يا اما مرق لحمه يا اما مرق بط وز فراخ، المرق اللي موجود عندك. معانا كمان طاجن لحمه بالتقليه، فين اللحمه يا شفيق؟ اه اللحمه هنا، اختصارا للوقت طبعا عشان وقتنا ده من ذهب على شاشه القناه الاولى، اللحم هنا بيتسلق اختصارا للوقت. وبضرب عصفورين بحجر، العصفور الاول باخد مرق اللحم ده اعمل منه السخينه، واللحم هنا بيستوي بكمل سواه في قلب التقليه اللي هي التخديعه اللي هي الدمعه، دي المسميات بتاعتها في الخليج. وسامحوني في الصعيد المصري والريف المصري اللي بيتابعوني دلوقتي، يا ريت يتواصلوا معايا ويتصلوا، اذا انا بخطا في حاجه راجعوني، لان انا وارد ان انا اخطا، لان قلت لحضراتكم مهما اجتهد ومهما اعمل من الاكلات الجميله من الزمن الجميل مش هوصل لطعم امهاتنا، لان طعم اكل الام لا يعلى عليه وله طعم تاني لانه بيلتمس الحنان والحب اتجاه اسرتكم. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره، وانا مرعوب النهارده زي ما قلت لحضراتكم، لان انا جوه المطبخ المصري، مش اي مطبخ مصري، مطبخ الصعيد الجميل وصعيد مصر اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وخط سير الحلقه معانا هيبدا ازاي؟ في اكل، الاكله اللي انا هعملها دي للامانه عشان نعملها ونعملها على اصولها وناخد شعار الصعيد الجميل الحلو تسلم ايدك يا شيف، ودي شهاده انا اعتز بيها، محتاج لنا من الوقت ساعتين. احنا التايم بتاعنا 50 دقيقه، فالشيف المغازي بيعمل ايه؟ ووارد انك تعملي كده، ولكن ما انصحكيش تعملي كده، لو انت ما عندكيش مخرج وما عندكيش وقت وزي اعمليها بطريقتك بقى، اقعدي ساعتين في المطبخ، مفيش مشكله عادي. هنبدأ بأول حاجة السخينة اللي هي عبارة عن رقاق ناشف وبصل، ومعانا كمان المرق، يا إما مرق لحم يا إما مرق فلاخ يا إما مرق بط، الشوربة اللي موجودة عندك. ووارد إحنا معانا النهاردة شوربة اللحمة الجميلة اللي إحنا هنستخدمها في السخينة وهي بتستوي هنا معانا. حلو الكلام؟ عشان نبدأ بس نشوف إحنا شغالين إزاي، واحدة واحدة كده مع بعض. ولكن اللي بعمله ده ما أعتقدش إن أهل الصعيد بيعملوه، إن إحنا نجيب كمية بصل ونحمرها في قلب الزيت كأنها بصلة كشري اختصارا للوقت، ولكن الأصول إيه اللي أنا هعمله دلوقتي؟ حلوة، شفنا المقادير بتاعت السخينة، معانا نوعين من البصل. طيب نشوف المقادير، معانا نوعين من البصل، الأبيض منه والأحمر، وده من خير أرضنا الجميل وبنصدره للدنيا كلها. حلو الكلام؟ هنبدأ نحمر البصل الأحمر ده كده مع بعض. السخينة على الهواء، مقاديرها على الشاشة، عبارة عن بصل ورقاق وسمنة بلدي، وأهل الصعيد الجميل بيستخدم اللية الضاني، بتتخزن طبعا من العيد الكبير كده وتتقطع وتتشال وتتحمر بيها البصلة، سواء بنعمل دقية بامية أو بنعمل السخينة، وبنعملها مع بعض، وملح وفلفل. البصلة بتتقطع بالشكل ده كده، ولكن أهل الصعيد الناس الطيبين يعني زي أم الله يرحمها كانوا يقطعوا البصلة على إيدهم كده، الناس الطيبة كده سبحان الله، عشان كده الاكل بياخد حنان وحب كتير قوي. شفتوا اهي اهي البصله تتقطع كده بقى، تخيلي البصله تقعد تقطع في البصله كده ولغايه اخر حته في البصله تنزل تقطيعه واحده، ولا اجدح شيف في العالم يعرف يقطعها زي تقطيعه الام كده. خلي بالك دلوقتي في بلانشه وفي سكينه حاميه وفي مكان يقطع البصل والجو ده كله، واحنا مع التطوير ومع الايه التكنولوجيا وحداثه التكنولوجيا. حلو الكلام؟ بس عشان نعرف ايه الدنيا ماشيه ازاي. بصله ناخدها كده بالشكل ده كده،
ونسحبها كده اهي صغير. طبعا عشان اقعد جنب البصل ده احمره ويتكرمل لا هيحتاج من الوقت كتير قوي على فكره، مش اقل من ساعه زمن. البصلات تحمر، كل ما تحمر كل ما ان احنا نقلبها جامد وتاخد شيء شقه من الشوربه، والجو لحضراتكم عارفينه ده كده. شويه البصل دول حلوين قوي. عندنا طاسه على النار، هنستخدم معلقه سمنه ومعايا الليه بصراحه، بس انا مش عايز استخدمها برضو لان دسمه شويه، فاذا عايزه تستخدميها مفيش مشكله. نحط السمنه دي كده هنا، ولما نقول السخينه او طاجن دقيقه لحمه بالتقليه يعني دسامه. احنا امبارح كنا بنعمل اكل رجيم او اكل دايت او اكل صحي، عشان برضو ما حدش يؤخذ علينا، الاكل اللي احنا بنعمله بناكل اللي احنا نفسنا فيه ولكن بطريقه صحيه. خلاص النهارده الموضوع معانا دسم شويه، باخد حته ليه كده من دي كده عشان تاخد الطعم الحلو، بقطعها مكعبات صغيره. واحنا في الصعيد وفي الريف المصري وعندنا في البيت لما بندبح بتجيب اللي هي بتاعه الخروف دي كده وتتشال ونقطعها ونخزنها. يا سلام دي مع دقيق باميه ما اقولكيش بقى. شايفه اهي حلو. هناخد اللي هي دي كده نحطها هنا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي اهو، وننزل عليها بالبصل. العب. ما استخدمتش بصل ابيض ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم انا بستخدم البصل الاحمر علشان يديني لون بسرعه. حلو؟ سامع الصوت ده كده؟ ده هيتكسر دلوقتي ونسقيه بالشوربه، نسقيه بالسخينه اللي هي عباره عن بصل اتحمر واتقرمش واتكرمل وخد مرق لحم او فراخ او بط او وز. حلو الكلام؟ احنا اخواننا في اهل الصعيد الجميل والصعيد المصري والريف المصري يتواصلوا معانا، ارجوكم انقذوني، راجعوا معايا الاكله اللي انا بترعب لما اعملها. قولوا لي ايه اللي ممكن يتعمل هنا صح او اللي انا بعمله غلط، مش هزعل منكم. حلو الكلام. بصلية بتتحمر بالشكل ده كده وابدا عايزها تاخد لون، اعمل ايه؟ هو ده الكلام. واحنا مع بعض كده السخينه اهيت نظافه، معايا شوربه لحم سخينة احنا بنسقيها شوربة كده وبنسيب البصلية تشرب الشوربة دي، ولما بتشرب الشوربة بتبدأ ان هي تنشف وتحمر وتديني لون. انا قلت لحضراتكم انا عشان اقعد على البصلة دي واخد اللون بتاعها وقت كبير قوي، فانا عملت ايه بصراحة ما اخبيش عليكم، يعني جبت بصل قطعته كاريهات وحطيت عليه معلقة دقيق وشوية بهارات حلوين كده من الملح والفلفل، و قالتهم في قلب الزيت الغزير اللي هو معانا ده كده. البصلايه اهي، سمعنا الصوت ده كده اهو. السخينه او اللي احنا بنعملها دلوقتي قالت عليها الحاجه رحمه قريبه لاكله مشهوره جدا في السعوديه او في الخليج. تحيه كبيره لكل اهالي اخواننا في الخليج وخاصه الشعب السعودي. ليه؟ اسمها السليق، سوري اسمها المرجوج. ايه هو المرجوج يا عم الشيف؟ نفس الخبز ده معمول بالدقيق الاسمر وبيبقى معمول المرق بتاع اللحم وبتحط الخبز ده. انا عملتها في رمضان، اسمه المرجوج او طبعا بتتعمل او القرصان، المرجوج او القرصان دي من اشهر الاكلات في المطبخ السعودي بنفس الطريقه، بس الفرق بين ده وده الثانيه اللي هي من المطبخ السعودي بتاخد بهارات عربيه اللي هو الحبهان اللي انا بقول عليه. البهارات بتنقلنا من مطبخ لمطبخ اللي هو الحبهان اللي هو الهيل والقرنفل والدارسين والحاجات اللي احنا عارفينها كلها. شفتوا ازاي بقى انا قدرت ان انا اسمع راي حضراتكم ازاي؟ ان انا لازم اخترق المطابخ سواء المطبخ الصعيدي الجميل والريف المصري. اهو اهو شايفين ده الرقاق. يعني هي الفكره كلها ان انا عايز اشارك حضراتكم في المطبخ، يعني احنا الاثنين عايشين حكايه حلوه، حكايه الزمن الجميل مع اكله امي. اوعى تقولوا لي مفيش حد في الدنيا بيحن لاكل امه. اللي توفاها الله زي ما قلت يرحمهم الله، واللي عايشين ربنا بيديهم الصحه يقعد مع مراته يقول لها يا سلام كنت باكل اكله بيدي من ايد امي الله يرحمها كانت كذا. والراجل فينا المصري والشرقي عموما ما بيعرفش يجامل، يعني بيكون قاعد بيقول باكله امي هي افضل اكله، لان الام المدام هنا او الزوجه يعني ما بتزعلش، لان الراجل بيقول امي، ولو انا ما فيهوش خير في امه ملوش خير في حد. لازم تبقى فاهمه كده، الراجل معاكي اللي عايشين تحت سقف واحد ملوش الخير في اهله
ما تحسش بالامان معاه. الكلام ده انا بقوله بصوت عالي جدا. اذا هو بيحن لاهله وله خير في اهله، اطمئن وحط في بطنك بطيخه صيفي قد كده. شايفين البصلايه شغال تحمير معاها اهو، عينيا. بس انا اقول لك على حاجه برضو، ويعني انت ممكن تعملي او ما تعمليش، هنحط معلقه سكر كده تديني كرمله بسرعه. شفت الجو ده كده؟ ومعلقه معجون طماطم. انا كده بلخبط يعني ولا قولوا لي؟ انا عارف زعلانين، انا عايز اسرع اهو. سيبوني بقى اعيش مع البصلايه دي، ياخد لونها كده، عشان البصلايه دي اللي انا هسوي فيها اللحم الكندوز بتاعي اللي مستوي هنا، ومعايا البصلايه اللي متحمره هنا هعملها السخينه بشوربه وبرج اللحم. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لاهل الصعيد وصعيد مصر وريف مصر الجميل اللي بنفتخر بيه. فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف جنب البصلايه الحلوه عشان تاخد لون. شفت ازاي؟ بحط لها شويه شوربه من وقت للتاني اغذيها يعني. ومعايا حطيت معلقه معجون طماطم اللي هي صلصه الطماطم. وشوفونا هعمل ايه دلوقتي. يعني انا بشتغل بطريقتي، وزي ما قلت لحضراتكم راجعوني. واعتقد ان هي يعني هتبقى قريبه بقدر الامكان للاكلات او طعم اكلات امنا وامهاتنا من الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. بقلب كده. ما اعمل ايه بقى؟ انا عايز اعمل اكلتين دلوقتي. معايا طاسه ثانيه اهيت اللي انا هعمل فيها الشوربه او المرق بتاع السخينه. والطاسه دي هخليها عشان اعمل فيها طاجن اللحم بالتقليه اللي هي دي. اقوم اعمل ايه؟ اخد شويه بصل من دول كده اللي انا محمره، لان الاكله دي بتعتمد على طعم البصل بالشكل ده كده. واحط شويه شوربه هنا، المرق بتاعنا. وبالمفراك، مفيش مفراك خشب دلوقتي، في تطوير وفي دلوقتي تكنولوجيا بديل للمفراك، حاجه كده خفيفه اهوت. عجينه الكريب دي، ميه، بيضه، قليل من الحليب، بيتضربوا في قلب الخلاط، بتاخد فانيليا، بنخليهم على جنب لمده 10 دقائق. نبدا ان احنا نعمل ايه؟ كذا واحده نحشيها لحمه مفرومه، نحشيها موز على قولتك على الطريق اخواننا السوريين. انا عملت ايه دلوقتي؟ بالمفراك ده طبعا الحداثه بتاعت المفراك، حاجه سريعه كده. الميزه وانا بشتغل بالموضوع ده ان انا بهرس البصل هنا نص هرسه، باخد منه الناعم والخشن، علشان هنا مش عايز البصلايه شخصيتها تروح مني، تبان الخشونه بتاعتها. هو ده الفكره اللي انا عايز اوصل له. هخليه كده على جنب وناخد الكميه اللي انا عملتها دي كده اهو. بقى عندي خليط من التقليه، باخد دول شويه دي كده اهو. الله، حلو قوي. دي الشوربه بتاعت السخينه، واخلي دي هنا كده وانزل ببقيه البصل ده كده. تعالوا مع بعض. البصل على النار اهو، دي بتاع التخديعه بتاع اللحم بالشكل ده كده، ودي بتاعت السخينه عندي اهو. هسيبها على النار كده تستوي، هاخد طعم البصلايه اللي هو المرق ده كده اهو، اللي انا هشرب بيه الرقاق. شفت؟ عليها حلو الكلام. تمام زي الفل. هناخد اللحم ده كده اللحم ده هحطه في التقليه واسيبه يكمل سواه في التقليه. ده لحم اهوت استوى تقريبا 3/4 سوا، لازم احطه في التقليه ده يكمل سواه اهو. والبهارات بتاعتك هنا ملح وفلفل وبس. الزمن الجميل الحلو ده كده، مفيش البهارات الكتيره والهبرجه بتاعت البهارات. يعني العطار ما نروحش نقول له اديني بهارات كبسه. طب لما انت تجيبي بهارات الكبسه وجارتك تجيب بهارات الكبسه، ما هي الكبسه كده هتبقى واحد. فانت لازم تعرفي ايه البهارات وايه تركيبتها عشان تعمليها في البيت. تزودي القرفه شويه، تزودي الكركم شويه، وهكذا. ادي اللحم بالتخديعه او بالتقليه اهو، الاساس بصله هنا، واسيبها على النار كده عشان احطها في طاجن دلوقتي.
واحط عليها كده قرن فلفل حار وادخلها الفرن تاخد لون. دي التقليه. اللهم صل على النبي. تاكل حته اللحمه تاكل صوابعك وراها، تخاف على صوابعك. وادي البصلايه بتاعه السخينه، وعندنا الرواق جاهز هنا كده. نوسع بقى علشان نغرف السخينه. اول حاجه اللهم صل على النبي. ممكن مطبخ بسيط وسهل، ولكن الطعم له مغزى وشكل تاني ومعنى تاني. ان احنا البصل بتاعنا ده بنستغله في اكلات جميله جدا واخده الطعم المصري الاصيل. عشان كده لما بنروح بره ونسافر الاكلات دي بتعيش جوانا. الرقاق ده بالشكل ده كده. طبعا السخينه دي انصحك تحط عليها المرق وقت السفره، يعني ما تعملهاش وتقعد تسيبيها بقى، لا لا خلاص. لما كلنا نتجمع على طبليه واحده، الطبليه بتاعت زمان دي، يا ريت ترجع تاني، يا ريت ترجع تاني، ونقعد جنبها كده مربعين ايدينا ومستنيين وماسكين المعالق في ايدينا لغايه الكبير لما يجي يقعد عليها. كبير يمد ايده في الطبق، احنا نمد ايدينا. الزمن ده لو رجع تاني صدقوني بجد هيتعدل حالنا. بس خلص الكلام، هم اربع كلمات: زمن الطبليه، ونكبر للكبير بتاعنا، وما نمدش ايدينا في الطبق الا لما الكبير يمد ايده بالمعلقه، هيتعدل حالنا. ليه بقى؟ هنعرف نشتغل ونعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا. ده مهم جدا. الرواق بالشكل ده كده. تعالوا بقى ناخد التقليه الحلوه دي كده يا عم الشيف. ونشرب زي الحاجه ما قالت من شويه، الحاجه حبيبه اللي قالت. يا ويلي يا بتتكلم مصري، يكفي طعم البصل المصري فيها. الحاجه رحمه قالت كده، قالت ما تتشربش كتير. فيها لحمه، فيها ريحه اللحمه، فيها البرق بتاع اللحمه السخينه. حاجه حبيبه، الحاجه حبيبه. بس والله انت بقى كريمه وبتستاهل كرمك. لو حطيت عليها حتتين هبره كده من اللحمه تبقى زدتي من المحبه. عندك فرخة مثلا مسلوقة، تاخد الشوربة بتاعتها تحمريها وتحطها على الوش، جودي يعني. طور. بس كفاية، مش هحط تاني عشان طعم الرقاق ما يضيعش. بس ممكن اعمل حاجة حلوة يعني، اخد الخلطة دي كده. بص معايا كده، مخرجنا حبايبنا فرسان التلفزيون اهو. بس تقلية اهي، يا ويلي يا ويلي. هنخلي دول كده، ومعانا طاجن حلو زي ده كده اهو، ونحط اللحمه دي في الطاجن. يا ويلي. لحم بالتخديع. بس انا معايا حته سمنه بلدي. الله الله. يلا. لا مفيش رجيم، الاكله دي مالهاش علاقه بالرجيم خالص. خلي بالك. حته لحمه بقى مستويه واخده الطعم والبصله. الله على الريحه، الله على الريحه. والله انا ما عايز امشي بالجنب الطاسه، مش عايز امشي بالجنبها. حد يمشي من جنب النعمه الحلوه دي كده. حطها في برام دلوقتي، او نحطها في برمه، ايه رايكم؟ جمع برام، كل واحد ياخد البرام الصغير بتاعه. اللهم صل على النبي. هنا اهو 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 بتتكلم مصر والله، لانها معموله بالبصل المصري. شفت حته اللحمه؟ شفت حته اللحمه نازله فرح؟ طاجن اللحمه يا فندم. انزل يا فندم بمقاديره، يا فندم انزلوا بمقاديره يا اخوان. ما هي الاكله طلعت مع بعضيها كلها اهو. مقاديره على الشاشه، وانا معايا مخرج شاطر هننزل بالمقادير بتاعته زي، مش هشيله من مكانه اهو. عيني اهو اهو. مقادير طاجن اللحم بالتقليه، مخرجنا عايز يحطه في مكان حلو عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. أهو ده مكان أهو. وأقطع أرض فلفل كده حلو عليه معايا أهو زي الفل. اللهم صل على النبي. ده مش حار أوي خلي بالك. نقطعه على الوش كده. اللهم صل على النبي. إيه الصورة الحلوة دي اللي طالعة من الطاجن دي؟ أهو. المقادير على الهواء، لحم كندوز. ضاني مش هيقول لأ. معانا بصل، ملح وفلفل. ومعانا سمنه بلدي وطماطم اللي هي معجون الطماطم، ومعلقه سكر وملح وفلفل. بسيطه خالص، وهزينه بالفلفل الحار ده كده اذا جوزك بيحب. ده مش حار قوي على فكره، ده هادي خالص وامن يعني اهو. وندخله الفرن بقى ياخد لون حلو كده اهو، يعني يخش الفرن تقريبا 10 دقايق، الفرن يكون درجه حرارته عاليه زي ما هو كده. ونمسح الطاجن ده عشان يطلع شكله حلو.
لا السخينه كده خلاص يتاكل كده. دي يا باشا تغوص جواها بالمعلقه بألف انا وشوفها زي الست ما قالت الطيبه ناكلها بايدينا اهي اللي هو الخبز المتشرب. هنحط دي في الفرن كده زي الفل. اللهم صل على النبي. عدل الاكل ده يا شيف بقى، بصي لي على الطاجن ده كده نظره حلوه كده وانا مش همشي جنب الفرن. حته اللحمه حته ملبسه واخده طعم الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. معايا طبق سلطه، سلطه الطماطم بالجرجير. جرجير زي الفل بتاعنا له طعم تاني خالص، وخاصه في الريف المصري برضو والصعيد المصري بيبقى غير الجرجير اللي بنشوفه طبعا في المحلات والسوبر ماركت الكبيره. هناخد الجرجير ده نعمله سلطه بطماطم، انا بحب السلطه دي على فكره، وهتبلها بشويه عصير ليمون وشويه زيت زيتون. ومعانا النهارده عصير الكيوي، عصير المناعه، عصير الطاقه، كيوي بالصودا سموزي يعني، هنعمله مع بعض لان احنا طبعا في ايام الحر وايام الصيف داخلين، فهتنتظروا مني في خلال الاسبوع مره ايس كريم مره سموزي وهكذا بالتلج، ويكون طبعا في تبريد كويس. هطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف هنا طبعا جنب السخينه. العيش المفروض زي ما قلت لحضراتكم دي تتعمل قبل ما نقعد على الطبليه مباشره عشان نضمن ان العيش هنا يبقى مش طري، او الرقاق مش طري، او الفطير مش طري. حلو الكلام. انا هعمل دلوقتي سلطه الجرجير بالطماطم او الطماطم بالجرجير. ولادنا مش بيحبوا الجرجير لانه حامي شويه وفي نسبه حموضه وبيبقى حار شويه. حلو الكلام. وفي بعض الجرجير بيبقى طبعا مش سبايسي شويه، ولكن خلينا ان احنا ولادنا نحبوا الجرجير، فخلونا نعملها سلطه النهارده بالطماطم. شوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا شويه رز ابيض حلوين اللي حابب ياكل طاجن اللحمه بالتقليه مع رز ابيض، معانا رز ابيض حسب ما انتوا بتحبوا يعني، تعملوا شعريه جنبيها ما فيش اي مشكله. حاضر هطلعها دلوقتي من النار، عايز اشوف طاجن اللحمه. لا ده انا مراهن عليه ده يا غالي، ده انا ما اقولكش اهو. حاضر هطلعه مراهن عليه ده بعد ما نخلص. اه يا فندم اهو هحطه هنا جنبي علشان استمتع بوجوده. طاجن اللحمه بالتقليه، اللهم صل على النبي. الميزه ان حته اللحمه غرقانه حب، حته اللحمه غرقانه حب. الله جيب لي التفاصيل والنبي يا شفيق، انت بتحبني انا عارف. ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. وسع كده، اللهم صل على النبي. تمام، ونبدا احنا نقطع الجرجير. دايما العروق بتاعت الجرجير هي اللي فيها الحموضه شويه يا فندم. الرز المصري بيتعمل ازاي يعني؟ حاضر. الرز المصري ده عادي جدا، بس على فكره في تركايه هنا عشان الرز ما يعجلش مننا. دايما يقول لك ايه؟ اطلع الرز لما يستوي. يعني الجمله الشهيره بتاعتي اللي هي ايه؟ الرز اتغسل، وبعد ما يتغسل ما انصحكيش تنقيه بالميه. لا، صفيه من الميه. دي رقم عشان ما يتكسرش منك بعد ما يستوي. رقم اتنين، بتكون في ميه بتغلي على النار، وبتجيب الرز ده تحمريه او تشوحيه في معلقه سمنه حلوه او معلقه زيت حسب الرغبه. لو بتعملي رز سمك شوحيه في معلقتين من الزيت، فصين من الحبهان وورقتين لورو. لو بتعملي رز عادي بقى حط سمنه حط زبده زي ما انت حابه. ولكن اللي عايز اقوله، وقت احنا ما نحط الميه وعيار الميه على الرز لازم تنتظري حتى غليانه، وبعدين تهدي النار. ما توطيش النار ولا تهدي النار تحت الرز الا لما يغلي قدام عينك، علشان لو هديت النار قبل ما يغلي الرز ده هيتكسر، وما تقعديش تقلبيه كل شويه. ليه بقى يا شيف؟ عشان الرز ما يتكسرش منك. نجيب الطماطم الناشفه الحلوه دي كده، نعمل سلطه الطماطم دلوقتي زي الفل اهي.
زي ما انا شغال كده. يفضل سكينه منشار عشان الطماطم تقطع معاك بالشكل الحلو ده كده. ونفس القصه طاجن اللحمه ما اقولكش، لا ده انا عايز اكله بشويه رز ابيض صراحه. يعني انا الطاجن ده لو قدامي الطاجن ده شويه رز ابيض كده وبالف هنا وشفا. مقادير السلطه على الشاشه، اكتبها ورايا كده بسرعه. جرجير، وزي ما قلت لحضراتكم طبق السلطه ده لوحه فنيه انت بتبدعي فيه، فرصه تقدمي رسائل لجوزك، رسائل لاسرتك، رسائل لعيلتك، رسائل لحماتك جايه تزورك. ورده حلوه كده على طبق الجرجير، يا حماتي الورده الحمراء دي انا بهديها لك. خسرت حاجه؟ انت عاملاها من الطماطم، ما رحتيش عند بتاع الورد وجبتيه. يا عم محسن ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. ده محسن ده طفل لازانيا، بتجيب شرايح اللازانيا من اي سوبر ماركت، بشاميل خفيف، صوص بولونيز خفيف، تجيب كاسرولة وترص اللازانيا، وبعدين بشاميل، بعدين بولونيز لحمه مفرومه، وندخلها الفرن، وبعدين نحط الجبنه عليها. السلطه دي كده كده زي الفل، مش هعمل فيها اي حاجه تانيه خالص. حلو الكلام؟ تعالوا نعمل الدريسنج بتاعها او الصوص بتاعها او الصلصه بتاعتها. عباره عن ثوم، حلو، وشويه زيت زيتون، وشويه ملح، وعصير ليمون بس. زيت زيتون، سنه شبت صغيره، وحطيت الشبت ليه مغازي عشان يكسر طعم المزازة والحموضة بتاعة الجرجير. يا دلعك مدرسة. زيت زيتون، عصير ليمون، كلهم مع بعض كده. برضو في بعض أنواع السلطات، بعض أنواع السلطات اللي يفضل إضافة الصلصة ليها وإحنا قاعدين على الطبلية لغاية لما يحضرنا الكبير رب الأسرة. دي مهمة جدا على فكرة. ليه يا شيف؟ لأن السلطات الورقية أو الخضروات الورقية، عيني بس أعمل حاجة صغيرة بس، من الحاجات اللي هي بتهبط بسرعة. أنا معايا بصلاية حلوة زي دي كده، أعمل حاجة حلوة كده منها. بصل الأحمر ده بالذات أنا وراي حاجة، أستاذة رحابة قالت لي معاك 8 دقايق، 8 دقايق دول أعمل فيها خروف مكتف، أعمل فيهم ديك رومي بعون الله. البصل ده زي ما هو كده، شفتوا الدلع ده كده؟ شفتوا الدلع ده كده؟ ده دلع، ده اسمه تجويد. ما انا قلت لحضراتكم السلطه لوحه فنيه تقدري تبعتي منها رسائل كتير قوي. وانا لما بتعزم ويكون في بوفيه يعني وسفره، بقدر احكم على مدى الحب وتقدير الحب الناس اللي عاملين السفره. الاقي السلطه متقطعه بشكل حلو، الشغل بتاع البصل اللي انا عامله ده يبقى ده شغل ايه؟ اسمه شغل مزاج. الناس دي حابه ان هي تعمل حاجه حلوه. شفت البصل مرصوص ازاي؟ حلوه، حلقات حلقات بالشكل ده كده. واخد الصوص ده الحلو ده كده. ايه الجمال ده يا شيخ؟ ايه الدلع ده يا شيخ؟ الله يسامحك، الله يسامحك، هتسيب كل حاجه وتاكل السلطه ده. زي الفل، تمام. تعالوا نعمل مع بعض عصير. طبعا لما نشتغل في العصير او في الحلو بتغير كل حاجه، الكلفزات، السكينه، البلانشه، ده مطلوب منك. خاصة لو فواكه عشان ما تكرفش، لو بتقطعي بطيخ غيري السكينه فورا والمكان اللي انت بتقطعي فيه عشان البطيخه ما تكرفش منك طعم الايه؟ التوم والبصل. ما تكرفش، حلو الكلام؟ نجيب الخلاط بتاعنا ده كده بالراحه. وتعالوا نعمل سموزي الكيوي. مقادير على الشاشة يا أستاذة رحب، عبارة عن كيوي وتلج، كيوي وتلج. الدنيا حلوة كده مخرجنا، إيه رأيك؟ حبيب والديك، حلو، كيوي وتلج. أدي التلج معانا أهو، اللهم صل. خلاط؟ لا لا لا، أنا جايبه لكده، ما تقلقش، لو اتكسر هدفع ثمنه. معايا صودا شايلها هنا مخبيها، اهي صودا، صودا
يا ويلي يا ويلي على العصير ده. صوته حلو تمام. ورقتين نعناع اخضر، والكيوي بتاعنا الحلو ده كده ينزل هنا كده وينضرب في قلب الخلاط. سموزي الكيوي بالصودا، الصودا فيها نسبة سكريات، ممكن تحط سكر وممكن ما تحطيش، تكتفي بالسكريات اللي موجودة في الكيوي. والتلج بتاعنا، وجرب العصير ده كده مع طاجن اللحمة بالتقلية وهتدعيلي. مع السلامة، مع السلامة يا غالي، والقلب دعيلك. خلص الكلام، قولوا معايا يا صبابين العصير زيدوا حالاته. حلو الكلام؟ معانا الكاسات تكفي العيلة والجيران والحبايب. والمشكلة لما تخبطي على الجار، صباح الخير يا أم أحمد، صباح النور يا حاجة، والله شفت المغازي النهاردة جاب الكيوي يا أختي اللي العيال مش بيرضوا ياكلوا، وحامض، ونيجي نقشره القشرة بتاعته تعمل لنا مشاكل، حطه في الخلاط. اوبا ايه ده ايه ده، اوبا اوبا اوبا، تمام زي الفل، وضربه في قلب الخلاط حبيب قلبي. مع شويه نعناع، وطلع شكله جميل جدا. والنعناع ليه مغازي؟ علشان يكسر الحموضه والمزازه بتاعه الكيوي. جيبي الكاسات وجيبي كل الكوبايات بتاعه الجيران، ومقادير العصير على الشاشه، اللهم صل على النبي. وهسيب اللي في الخلاط ده ليا انا بعد ما اخلص، الف هنا وشفا. ولكن مهم جدا وانت بتعملي العصير ده برضو، التلج هنا يكون درجه التبريد بتاعته عاليه، يعني طلعاه من الفريزر، عشان العصير ده لازم يكون تبريده عالي جدا، الكيوي بالذات لو احنا عاملينه مع نعناع، خلي بالك. طيب وقتنا خلص طبعا. حاضر عينيا. النهاردة حبيت أخش المطبخ الصعيدي، وزي ما قلت لحضراتكم رجل ورا ورجل قدام، وخايف لأن أنتوا عارفين الطعم الصعيدي والمطبخ المصري بالذات له مذاق خاص جدا ما نقدرش إن احنا نحرف فيه. عملت السخينة وعملت طاجن اللحمة بالتقلية، وعدل الأكل ده معانا شوية رز مصري حلوين على السفرة منورين، حلوة شوية رز مصري حلوين على السفرة منورين. دي بتاعتك، أنا عارف أنت عايز زيادة. حاضر أهي، هنخلص ودي احنا ايه نستمتع معاه. حلو الكلام. وعملت طبق سلطه لطيف وجميل. وطبعا عايز اقول لحضراتكم بعد الحلقه ما بتخلص مباشره، احنا لنا لقاء مع بعض من خلال السوشيال ميديا، بنقعد برضو ندردش شويه. اللي ما قدرتش اشرحه واوضحه وانا شغال على الهوا، بنشرحه ونوضحه مع بعض في اللايف ان شاء الله. ومعانا السوشيال ميديا، حط الاسئله بتاعتك، ومعانا فريق السوشيال ميديا بوجه له تحيه كبيره للمجهود اللي بيعمله. بناخد الاسئله دي وبنجاوب عليها واحنا قاعدين ندردش مع بعض، بنبقى براحتنا. شربت حاجه سخنه، شربت العصير، وبالف انا وشفا. رؤيه فن ابداع النهارده من الصعيد الجميل وصعيد مصر وريف مصر، اللي بنوجه له تحيه كبيره من شاشه القناه الاولى. منين يا ابو غازي؟ مين؟ ماس بيرو.